السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى صحة وعافية ان شاء الله. دونك اليوم ردة فعل تاعي تاع الببليك، الجمهور تاع مديرية الجزائر اللمسية اللي جا عندنا هنا مدينة ولاية تلمسان. دونك اول حاجة نرحب بهم، مرحبا بكم عندنا في ولاية تلمسان. دونك وتاني حاجة نتمنى تكون هذه المقابلة قبل ما تلعب ان شاء الله تكون تفوت أخوة، تكون فيها روح رياضية. وإن شاء الله حاجة ثالثة نتمنى الفوز للفريق نتاعنا وداد تلمسان، باسكو رحنا محتاجين لهذا الربح بزاف. سمحوا لنا مولودية الجزائر بيبليك، إلا راك تشوف فيها أنت تفرج في هذا الفيديو من مولودية الجزائر، زعما غير سمحوا لنا، الله غالب الله غالب، رحنا متمنين سي المومو اللي باش نطلعوا الفريق نتاعنا. هذه هي. دونك ما نطولش عليكم ونمشيو للبيبليك نتاع مولودية الجزائر. كي جا لهنا تلمسان كان مع البيس، يتمشى هما ليكيب نتاعهم في البيس وهم يتبعوهم لتحت ويصوروا وفرحانين. دونك ما نطولش عليكم وغادي نمشيو وتشوفوا معايا. كيفاش نتوما الكري جاو جاو زعما شويه جاو شويه، مي داروا ديك الحماس ديك هادي. نتمنى لكل فريق هكذا اللي يكون يتبع الفريق نتاعه اي كلوب زعما يديروا لهم هذيك الحيويه، يفرحوهم هكا باش ليكيب تزيد المعنويات نتاعهم تطلع. مام حنا البارح وداد تلمسان دخلوا بعض الاعضاء هكذا، كاين متابعين دخلوا ناصروهم زعما طلعوا لهم المعنويات. ديجا ربحناهم منش عاقل كالاني هذيك 8-1 لافتة طلعوهم سي طادير. ان شاء الله حنا نتمنوا للفريق نتاعنا وداد تلمسان، هي الاولى حاجه الاولى نتمنى يربح ان شاء الله ويفوز بالثلاث نقاط باش هكذا نزيدو نخرجوا من الاواخر ونطلعوا للوسط ونبقاو نطلعوا في المراتب الاولى ان شاء الله، وعلاش لا. دونك حتى مولودية الجزائر راه متمنيه ثاني تحسن الفريق نتاعها باش تبقى في مع المراتب الاولى. دونك حنا الفيكتوار اللي يلعب مليح رحنا معاه، والحاجه اللي احنا متمنينها الفريق نتاعنا، كل واحد يبغي الفريق نتاعه. ما نطولش عليكم، زيدوا تشوفوا معايا الفيديو. مام حنا كي كنا نديبلاسي ولا نديبلاسي وعندنا اللون تاع الفريق نتاعنا زرق وبيض، مام حنا كنا ندخلوا ولايات كنا نزهيوها ونزوقوا ديك لاكولار بلو بالبيض، والله العظيم الا ما شاء الله. كيما هما تاني راهم مزوقين وخضراء والحمراء وراها شيء فاهم. دونك حتى حنا عندنا زعما فريق وعندنا حتى حنا عندنا بيبليك ما شاء الله. دونك ما نطولوش عليكم ونخليكم تاني تزيدوا تفوتوا معانا. المولودية نحبوها وين ما تروح نروحو معاها، حنا ماشي سي ار بي. ابراهيم 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 ابراهيم
الالماس راك شايع اخويا، راك شايع من ابراهيم. ابراهيم خويا راك شايع. شو غير شويه وخلقوا السعاده، غير شويه خلقوا السعاده ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله الفوز للفريق تاع وداد تلمسان ان شاء الله، ما يبخلوناش ونربحو ثاني، نعاود نزيدو نخرجو ان شاء الله ونزيدو نربحو ان شاء الله. وان شاء الله تكون بالك الماتش هذا تاع اللي فات ربحناه بالعباس، بالك يكون فال خير علينا ان شاء الله. نشكر كامل اللاعبين من هذا المنبر، نشكر للمتابعين تاع هذه القناه نتاعنا، نشكر اي انسان يحبنا ويحب ما راحنا نقدموه، الله يعطيكم الخير. شكرا انصار مولوديه الجزائر، شكرا انصار وداد تلمسان، شكرا على كل انسان راه يتبعنا سواء كان من الجزائر ولا من الخارج، كان من قريب او من بعيد. نتمنى ان شاء الله هذه ردة فعل تكون عجبتكم، وإلا عجبتكم كما هكذا خليونا تعليق في الكومنتار، فتعليق لتحت هكذا باش نزيد تحفزونا باش نزيدو ندير لكم اكثر وبليس ان شاء الله. نتمنى تكون في الملعب روح رياضيه بين اللاعبين ان شاء الله. نتمنى وحاجه الاولى اللهم ارفع عنا هذا الوباء والبلاء ان شاء الله. نتمنى وان شاء الله ثاني تكونوا بوزيتيف توجور. نتمنى ثاني بزاف صالح. دونك ما نطولش عليكم جماعه، الله يعطيكم الخير، وشكرا على كل انسان دار فينا ثقه، واللي ما راهش مشترك كيما نقدر نقول لكم ماذا بكم تهودوا لتحت تشتركوا وفعلوا الجرس وبارطاجيوها مع الحباب. ما لي غير يقول لكم سلام.